نحن اليوم في ملاعب القرب، كما تلاحظون ان الهدف ديالنا الحمد لله نحن جد سعداء العوده الى الميادين. اولا اللي كنركزوا عليه هنايا وهو لا ديستانس، تباعد بين لي جوغ، وكما جرت العاده ان التقسيم اللي كاين في المدارس تاع التعليميه الا وكاين في مدارس الكره المدرسه ديالنا. هنا درنا ثلاثه تاع لي جروب، عندنا ثلاثه ديال الحصص، عندنا حصه يوم الاربعاء وحصه يوم السبت وحصه يوم الاحد. لهذا كان التقسيم تاع جميع الفئات الصغرى، قسمناهم اللي كيجي يوم الاربعاء ما كيجيش يوم السبت، واللي كيجي يوم السبت ما كيجيش يوم الاحد. والحمد لله اننا الا وشنو كنديروا هنايا، اولا كنأطروهم على التباعد، هذه الاولى. والحاجه الزوجه، نحن اليوم سعداء اللي عدنا الحياه الطبيعيه ديالنا، وتمنى من الله العلي القدير ان يدفع علينا هذا الوباء. والجمعيه ديالنا كنشكر كاع المؤطرين اللي كيساهموا في التأطير ثم التكوين، واللي كنقول لهم دائما وهو الدراسه ثم الدراسه ثم الدراسه. انا تعجبني الكره، جيت هنا باش ندرب. نشكر كاع الاساتذه ديالي وصحابي، هنا جينا باش نحسنوا الاداء ديالنا، وهنا تنديروا لا ديستونس وداك الشيء تاع كورونا، تنتبعدوا، نتمنى كل شيء يحسن الاداء ديالو. ونشكروا المدربين ديالنا كلهم. الحمد لله مع انخفاض الحالات في مدينه وجده، فتحنا لهذا المركب الرياضي البز ديالنا باش نجيبوهم يلعبوا شويه ويفوجوا شويه، والحمد لله على كل حال. الله يرفع عين هذا البلاء، والابن ديالي ها هو كما راكم تشوفوا حاضر، والحمد لله التالي ها هو محلول، والحمد لله والله يجعل ربي يرفع عين هذا البلاء.